السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للنقاش حول الاتفاق السعودي الاممي بتعزيز الرقابه على السفن الوارده الى اليمن للحد من تهريب السلاح وفرص نجاح هذه الخطوات. إذن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية كثفت عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة. وبحسب وكالة رويترز فإن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أكد أنه اجتمع مع لجنة أممية في الرياض واتفقوا على تحسين إجراءات التفتيش وتعزيزها. وقال الجابر إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من 4 إلى 10 مفتشين، ومراقبيها من 6 إلى 16 مراقبا، وستحسن التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مدى فاعلية هذه الخطوة، وهل ستنجح في الحد من منع تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، خصوصا وأنها ما زالت تسيطر على أجزاء واسعة من الشريط الساحلي اليمني. وهل يمكن القول أن هذا الاتفاق أتى بديلا لمعركة الحديدة وتحرير مينائها من سيطرة الإنقلابيين؟ قبل النقاش مشاهدينا نتابع هذا التقرير. اتفاق هو الأحدث بين الأمم المتحدة والرياض. العنوان الظاهر لهذا الاتفاق هو تحسين وتعزيز قدرات آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بغية تسريع توصيل إمدادات الإغاثة إلى اليمن وضمان عدم تهريب الأسلحة. السفير السعودي لدى اليمن محمد بن آل جابر أبلغ الصحفيين في جنيف بأنه سبق وأن اجتمع في الرياض مع مدير لجنة الرصد والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة وفريقه، واتفق على تحسين القدرات وتعزيزها. واستنادا إلى هذا الاتفاق ستزيد اللجنة عدد مفتشيها من 4 إلى 10 مفتشين، ومراقبيها من 6 إلى 16 مراقبا، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن بهدف زيادة عدد السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة بحسب السفير بن آل جابر. 16 مفتشا ومراقبا لا يصنعون الفارق، بل يمررون تسوية يبدو أن الرياض مجبرة على القبول بها في ظل الضغوط الهائلة التي تتعرض لها من المجتمع الدولي في مقابل فساد أهداف التحالف على الأرض وفقا للمراقبين، خصوصا وأن هذا الاتفاق يأتي بعد أيام قليلة فقط على الاتهامات المباشرة التي وجهها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى التحالف والحوثيين بإعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في اليمن. ويتمركز هذا العدد المحدود من المفتشين والمراقبين التابعين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ومنها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. ويرى بعض المراقبين أن ترتيبات كهذه تحقق واحدة من أهم أهداف الحوثيين وتمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من بقاء أكثر موانئ البلاد نشاطا تحت سيطرتهم وتوفير مليارات الريالات سنويا نظير الرسوم الجمركية والضريبية، أمر سيسهم في تعزيز النفوذ العسكري والسياسي للحوثيين في مقابل النفوذ المتنامي للتنظيمات الانفصالية في جنوب البلاد والتي تعزز قبضتها يوما إثر يوم على مقدرات البلاد هناك بدعم مباشر من هذا التحالف. إذن نبدأ النقاش. أرحب بضيفي من الرياض المحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد سلمان. إذن اتفاق سعودي أممي لتعزيز آلية الرقابة على السفن الواردة إلى اليمن، برأيك ما مدى فعالية هذا الإجراء للحد من تدفق الأسلحة؟ ألو، نسمعك سيد سلمان. هل تسمعني؟ أي نعم، سؤالك سيدي. سيد سلمان، يعني كنت قد سألتك، اتفاق سعودي أممي لتعزيز آلية الرقابة على السفن الواردة إلى اليمن، برأيك ما مدى فعالية هذا الإجراء للحد من تدفق الأسلحة؟ دعني في البداية أصحح يا سيدي، هو ليس اتفاق سعودي أممي. نعم. هناك اتفاقيات دولية فيما يخص القوانين الخاصة بالبحار. نعم. ومنها اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة موقعة من زمن طويل. التحالف العربي منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن. نعم. يحقق الأمن والاستقرار
وفي مضيق باب المندب والبحر الأحمر بصفة عامة. وهناك محاولات يبدو أنها لم تشير إليها قناتكم من قبل، مستمرة ومستميتة للحوثيين بالاعتداءات عن المضيق، وتم الاعتداء على السفينة الأمريكية مايسن وعلى السفينة الإماراتية واعتداء على سفينة جلالة الملك المدينة قبل قرابة شهرين أو ثلاثة أشهر، محاولة اعتداء على ناقلة النفط السعودية مؤخرا قبل أسبوع. نعم نعم هذه المحاولات المستميتة من جانب الحوثيين سبقها تهديدات سافرة وصريحة وتهديدات القوانين الدولية والإنسانية للأمم المتحدة. وهذا الأمر بكل صراحة يعكس توجه حقيقي من هذه الجماعة المتمردة على كافة الشرائع الدولية والماضية في تحقيق مشروعها التدميري الكارثي بحق الشعب اليمني والإضرار بالسلم الدولي والإقليمي على حد سواء. نعم، يعني لكن نحن لا نتحدث عن أن الاتفاق هذا هو أمر جديد وشيء يعني ربما لم يحدث من قبل، ولكن نحن نتحدث عن فكرة التعزيز. يعني هذه الاتفاقية جاءت بهدف التعزيز، هناك زيادة لعدد المفتشين والمراقبين، هناك أيضا الاتفاق على تعزيز الأمور التقنية والتكنولوجية في مسألة الرقابة. هذه الأمور يعني هل ستنعكس على يعني بشيء على الواقع في مسألة وصول الأسلحة؟ يعني هناك أسلحة كثيرة، صواريخ تضرب بها السعودية بين فترة وأخرى، يعني إذا كان مصدرها الوحيد هو المياه، هل الاتفاقية هذه ستحد من مسألة تهريب السلاح إلى الميليشيا بشكل أكبر؟ أولا ليس المصدر هو المياه على حسب قولك. نعم. هناك ممرات أيضا برية يتم من خلالها التهريب، وناطق التحالف واضح في كل ما يصرح به بكل وضوح وشفافية. بالنسبة حاليا عن سؤالك أو ما يحدث من الرفع في عدد المفتشين تقريبا من 8 إلى 10 أو وجود اتفاقية، أنا لا علم لي بهذه الاتفاقية، ولكن كل ما أعلم أن هناك اتفاقيات دولية بهذا الشأن، وليس من العيب أو المعيب تعزيزها سواء مع الجانب السعودي أو مع غيره. وإن كان التحالف حريص على حماية الممرات البحرية من فترة زمنية طويلة وبمفرده، وأنا أكرر هذه العبارة، حريص على أمن واستقرار البحار، ناطق التحالف مرارا وتكرارا طالب ويطالب من الأمم المتحدة الحماية البحرية للحديدة والإشراف على ميناء الحديدة، وكذلك الإشراف على ميناء على مطار صنعاء. سيدي هناك قوة واجب مشكلة من دول العالم ضد القرصنة الموجودة بالقرن الإفريقي. بالضبط. هناك اتحاد عالمي على خطر القرصنة بالقرن الإفريقي، تشارك فيه دول متعددة لحماية الممرات المالية المائية. حاليا يوجد خطر أكبر من خطر القرن الإفريقي، وهو المتمثل في الخطر الحوثي بتهديده لميناء الحديدة وأيضا مطار صنعاء. هذا الخطر يهدد الملاحة الدولية مثل ما يهدد القرن الإفريقي الملاحة الدولية. ولك يا سيدي، أنا أرجو أن تعطيني الفرصة لأوضح لك نقطة بسيطة. تفضل. لك أن تتخيل، تخيل يا سيدي ولأعزاء المشاهدين لهم أن يتخيلوا هذا الأمر، السفينة التي تم الاعتداء عليها مؤخرا هي تحمل قرابة 2 مليون برميل من النفط. بعيدا عن الأثر الاقتصادي، ما هو الأثر البيئي الذي قد يتسبب لو انفجرت هذه السفينة أو الناقلة بالنفط؟ يوم السبت الماضي كان هناك محاولة حوثية لإطلاق صاروخ ساحلي على سفن التحالف، فشلت العملية، ونتج عن فشلها إحراق التحالف لمخازن خاصة احتراق يعني سقوط هذا الصاروخ برنامج الغذاء العالمي. طيب هذه الكوارث التي خلقها الحوثيين داخل اليمن وتهديد من الملاحة الدولية، بماذا تسمونها يا سيدي؟ بالضبط. ولكن هنا تعقيبا على ما أشرت، يعني نحن لا ننظر إلى اتفاقيات كهذه من باب أنها يعني شيء معيب كما أسلفت، ولكن نحن نراها شيء جيد، يعني وكل إجراء يتخذ في سبيل منع وصول الأسلحة لهذه الميليشيا نحن
بالعكس يعني نراه أمر يصب في مصلحة الوطن وأمر يعني جيد. ولكن سأكمل معك سيد سلمان، سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا المحلل السياسي وضاح الجليل من القاهرة. سيد وضاح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد وضاح، يعني في البداية كيف تنظر إلى الاتفاق ما بين السعودية والأمم المتحدة في مسألة يعني تشديد الرقابة على الواردات إلى اليمن؟ يعني كيف برأيك، يعني كيف يمكن الحد من تهريب السلاح؟ هل هذه الخطوة تصب في مسألة تعزيز هذا الأمر؟ نعم، مساء الخير لكل جميع المشاهدين. أظن أن هذا الأمر لن يكون له جدوى وفاعلية كبيرة، ربما فقط يحد نوعا ما من تهريب الأسلحة كنوع من إسقاط الواجب الذي ستمارسه الأمم المتحدة، لكن حقيقة أن الأمم المتحدة نفسها متواطئة في هذا الأمر، ليس فقط في تهريب الأسلحة، كثير من الإجراءات و الأمور التنفيذية التي تخص أعمال الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها في اليمن تشهد تواطؤا كبيرا مع الميليشيات الإنقلابية، ودائما ما يقومون ببعض الإجراءات تجاه الإنقلابيين، إجراءات محدودة أو بيانات أو خطابات غير مجدية ولا تحقق ما يمكن وصفه بموقف الأمم المتحدة من الحرب أو الأزمة في اليمن باعتبارها انقلابا على الحكومة الشرعية وضرورة التعاطف معها من خلال مقتضيات القانون الدولي. هذا الاتفاق كما قلت هو سيكون فقط نوع من الإسقاط الواجب الذي تمارسه الأمم المتحدة، لكن سيستمر تهريب الأسلحة بمختلف الطرق، وهم يعلمون أساسا أن الأسلحة لا تهرب فقط عبر ميناء الحديدة، وإنما هناك طرق مختلفة وطرق كثيرة عبرها تهريب الأسلحة، ويضغطون على منع الجيش الوطني والتحالف العربي من استكمال تحرير الساحل الغربي، وبالتالي تضييق الخناق على الحوثيين، إقفال مختلف الطرق والمنافذ التي يتم تهريب الأسلحة منها. لكن عموما الأسلحة تدخل إلى اليمن بنظر الأمم المتحدة، هناك معلومات كثيرة حول دخول الأسلحة إلى عبر الميناء الحديدة من خلال السفن تسيرها الأمم المتحدة محملة بالإغاثات الإنسانية، ونحن نعلم أيضا أن هذه الإغاثة هي تستخدم لصالح الانقلابيين، يقوم الانقلابيون بالاستيلاء عليها، بيعها في الاسواق السوداء او تسييرها لصالح انصارهم واعوانهم، ولا يستفيد منها المواطنون شيئا. الناس في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون يعانون من ازمات انسانيه شديده الوطأة، هناك شبه مجاعه، هناك كثير من الاسر تبيع ممتلكاتها ومقتنياتها من اجل الحصول على الغذاء، ولا أحد يعلم أين تسير كل هذه المواد الإغاثية الموجهة من الأمم المتحدة. بالتالي على الأمم المتحدة أن تكون جادة أكثر، أن تثبت أنها تتعاطى مع الأزمة الإنسانية في اليمن بنوع من الجدية، أن تتعاطى أيضا مع الأزمة السياسية بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، ما لم فهذا الأمر لن يكون له أي جدوى أو فائدة. نعم تفضل. نعم، إذن ابقى معي سيد وضاح، أعود للمحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان، يعني هناك إصرار شديد من قبل المجتمع الدولي واعتراض كبير في مسألة عملية تحرير محافظة الحديدة وميناءها، يعني هل البعض يرى أن هذه الاتفاقية التي جاءت في مسألة تعزيز الرقابة هي كاتفاق ما بين السعودية والأمم المتحدة، يعني كخيار بديل عن مسألة تحرير الحديدة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ تحرير الحديدة كما تعلم هو جزء من تحرير اليمن. نعم. ولكن ما يقوم به التحالف الآن من حرص واهتمام في هذا الجانب هو من أجل أمن واستقرار الملاحة الدولية. كما أشرت لك تمر عبر هذا المضيق مئات أو آلاف السفن
بشكل يومي، وهي تحت التهديد الواضح والصريح. التقى صالح الصماد قبل أيام بنائب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن وهدد علانية بتهديد الملاحة البحرية. ماذا أكثر من هذا التهديد؟ يعني تهديد واضح وصريح لممر دولي، ليس معني به التحالف، معني به كل دول العالم. نحن نريد، وكما طالب أو أوضح ناطق التحالف العقيد الركن التركي المالكي، بحماية أو إشراف وإدارة لهذا الميناء. يعني الأمم المتحدة إذا كانت حاليا ضاعفت عدد المفتشين من 8 أو من 4 إلى 14، فالوقت أتى متأخرا بكل صراحة. وأعتقد أيضا أن هذا العدد غير كافي لحماية ومراقبة ميناء كبير مثل ميناء الحديدة. لكن هل تتفق أنه أن هذا الإجراء جاء بديل عن مسألة التحضيرات الكبيرة التي يجريها التحالف لتحرير محافظة الحديدة وميناءها، فهذا الاتفاق الأخير يعتبر بديل لمسألة تحرير المحافظة؟ لا، لا أعتقد أنه بديل. قوات التحالف تواصل مسيرتها في تحرير كل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ولكن مثل هذا إن حدث كما تدعي أو تقول أنت، فهو قرار أو احتراز لحماية هذا الممر البحري الهام لكل دول العالم. نعم. طيب، يعني في حال، طبعا هو معروف انه الممرات المائيه وايضا الشريط الساحلي هو اكبر منفذ لوصول الاسلحه للميليشيا، يعني هناك منافذ اخرى بريه، ولكن يعتبر الممر المائي هو اكثر المنافذ لوصول الاسلحه للميليشيا. في حال ان الاجراء هذا لم يغير شيء من الواقع واستمرت يعني عمليه تدفق الاسلحه للميليشيا في الداخل، واستمرت ايضا الضربات الصاروخيه الموجهه على السعوديه، ما الخيارات البديله؟ قبل الخيارات يا عزيزي، هناك مطالبات من مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 و22 ثلاثة أعوام والقرار معلق، لم ينفذ شيء منه. التحالف عموما سيستمر وهو مستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر بصفة عامة. وكما تعلم أشرت لك، الاعتداءات متواصلة للحوثيين على هذه المناكب البحرية. نعم. طيب، يعني الإجراء هذا لن يؤثر في مسألة عرقلة المساعدات الإنسانية والتجارية الواصلة إلى اليمن؟ لا، بالعكس، إن ما حدث من الحوثيين مسبقا هو عرقل كل المحاولات لوصول الإغاثة. يعني التحالف العربي كما أسلفت لك منذ بداية العملية العسكرية يحقق أمن واستقرار وحريص كل الحرص على وصول الإغاثة للمستحقين، ولكن للأسف إقدام الميليشيات على تكرار وعلى تهديد الملاحة الدولية قطع تدفق المواد الإغاثية، وهذا سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه في السابق. لذا من الواجب على المجتمع الدولي حاليا والأمم المتحدة بشكل خاص الضغط على الانقلابيين بكافة الوسائل لتسليم المطارات والمواني الخاضعة لسيطرتهم والتي تهدد الملاحة الدولية وتهددها بخطر كبير. يعني من المهم الآن الإسراع في تسليمها أو السيطرة عليها أو استلامها. كما تعلم بأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الذي هم يطالبون كل المطالبة ويستميتون كل الاستماتة من أجل استمرار تهريب الأسلحة والخضراء وما شابه ذلك عن طريق هذه الممرات، لأنها تكون لهم شريان حياة. مطار صنعاء يشكل لهم الآن شريان حياة، وبالمثل ميناء الحديدة هو الممر البحري الذي من خلاله تصل قوارب مفرغة فيها عدد من قطع الصواريخ إلى الميليشيات في مواقعها. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي سلمان عسكر، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي من القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل. سيد وضاح، يعني هل باعتقادك أن الأسلحة الواصلة إلى الميليشيا تأتي عبر السفن، أم أن هناك يعني طرق أخرى، خصوصا وأن اليمن يمتلك شريط ساحلي ضخم؟ نعم، هناك كثير من الطرق التي يتم تهريب الأسلحة بها، من ذلك حتى هناك مناطق برية تحت سيطرة الحكومة الشرعية والجيش الوطني تمر عبرها شحنات تأمين الأسلحة المهربة، وذلك لكون هذه المناطق لم تشهد استقرارا كاملا منذ تحريرها، وخصوصا أنها أيضا كانت تحت سيطرة
نظام الحكم. نعم سيد وضاح. نعم عفوا. قلت كنت أريد أن أقول أن هذه المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية هي أيضا كانت فيها الكثير من طرق التهريب وفيها الكثير من عصابات التهريب الموالية لعلي عبد الله صالح، وأيضا ورثها الحوثيون عنه وما زالت تعمل، وهناك كثير من طرق التهريب التي لم يستطع الجيش الوطني حتى الآن السيطرة عليها بالكامل، برغم أنه الجيش الوطني ضبط الكثير من شحنات الأسلحة، إلا أن ما زالت هناك طرق أخرى يتم عبرها تهريب الأسلحة في هذه المناطق البرية، خصوصا عبر صحارى واسعة ومناطق صعب السيطرة عليها بشكل كامل. هناك ايضا تهريب عبر ميناء الصريف وعبر السواحل السواحل الغربيه للبلاد على البحر الاحمر، يتم تهريب هذه الاسلحه بقوائم صغيره، وغالبا ما تكون هذه اسلحه نوعيه وشحنات من الاسلحه النوعيه مثل الغام وايضا السفن عفوا القنابل الذكيه والطائرات بدون طيار. إضافة إلى ذلك فهناك أسلحة يتم تهريبها عبر سفن تجارية وسفن تحمل مواد إغاثية تصل إلى ميناء الحديدة، ومن هذه السفن كما ذكرت سابقا سفن تابعة للأمم المتحدة، يتم إخفاء الأسلحة وخصوصا الأسلحة النوعية والأسلحة الذكية بين شحنات المواد الإغاثية في هذه السفن. نعم. وهناك كثير من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين المنتمين لحزب الله يعملون داخل مناطق سيطرة الإنقلابيين على تدريب الميليشيات الإنقلابية على هذه الأسلحة وكيفية استخدامها. لاحظنا أن هناك الكثير من الألغام التي زرعت واتضح أن مصدرها إيران، وهذه الألغام ما تزال تنتشر وفي كل منطقة ينسحب منها الحوثيون، يكونون قد زرعوا فيها المئات وربما الآلاف من هذه الألغام تسبب الكثير من المآسي. وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي وضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني هل يمكن القول اليوم أن التحالف والمملكة يعني فشلا في إقناع الأمم المتحدة بضرورة معركة الحديدة والساحل الغربي، وكان بالمقابل الاتفاق بتعزيز الرقابة؟ يعني منذ البداية هناك معارضة شديدة لأي معركة للحديدة. نعم. للخسائر البشرية الكبيرة المتوقعة، أيضا للدمار الهائل الذي سيلحق بالمدينة وبالمدنيين. المدينة هذه مدينة ضخمة، الحوثيين من سياستهم أنهم يحاربوا من داخل المدن، لن ينسحبوا إلا بعد أن تدمر تماما، إضافة إلى أنها أيضا المعبر الرئيسي لأهم السلع الغذائية في اليمن. لهذا السبب كله من البداية كان هناك معارضة كبيرة، إضافة إلى المشاكل العسكرية. المسألة ليست أيضا سهلة كما تتحدث الحكومة والتحالف بأنها معركة لن تكون سريعة ولا سهلة. كل هذه الأمور تجعل من الصعب جدا القبول بأي معركة حتى قريبة من مدينة الحديدة. لهذا السبب من البداية أيضا كان هناك رغبة بقضية الإشراف على الميناء، وأيضا هذه أيضا غير ممكنة لأن الحوثيين رفضوها من الأساس ولم يقبلوا حتى مجرد مناقشتها، والأمم المتحدة نفسها ليست متحمسة لأي شكل من أشكال الإشراف على ميناء الحديدة. نعم. طيب ما فرص نجاح هذه الخطوة برأيك بالنظر إلى أهدافها؟ يعني ليس هناك من مجال إلا مضاعفة التحسين فني، تحسين فني للقضية الرقابة بأن يزيد عدد المراقبين، بأن يمنحوا أجهزة كشف أحدث. لكن في كل الأحوال لا أعتقد أن التهريب الرئيسي يتم عبر ميناء الحديدة، أعتقد أن التهريب الرئيسي يتم من مناطق أخرى. نعرف أن اليمن هناك فراغ أمني ضخم، هناك فساد كبير في أجهزة الأمن والأجهزة التي هي الآن ليست أجهزة مركزية، هناك أطراف كثيرة تسيطر على النقاط وتسيطر على الموانئ، وبالتالي التهريب أمر سهل جدا في ظروف اليمن،
إذا كان التهريب صناعة كبيرة في أيام وجود دولة وليس هناك الفراغ أيضا الحالي. لا يعقل أن يكون يعني وسيلة التهريب الوحيدة هي السفن التجارية والتي تحمل أيضا مساعدات حتى يعني تتم تجديد الرقابة على هذا الجزء، بينما هناك وسائل كثيرة متعلقة بالتهريب. يعني هذا ما حبيت أن أقوله، أنه إن التهريب عبر الموانئ الرسمية زي ميناء الحديدة وعبر السلع يبدو أنه قليل جدا. التهريب الرئيسي يتم عبر المناطق المفتوحة في من الشواطئ البحرية، الشواطئ البحرية خاصة في الجنوب أكثر من 2000 كيلومتر يصعب عليك أن تسيطر عليها، خاصة وأنه كما قلت لك اليمن معروفة من زمان أنها مناطق تهريب، هي مناطق عبور للمخدرات وللأسلحة ولغيرها من الممنوعات، ليس فقط لليمن والغير اليمن لدول الخليج. وبالتالي هذه المافيا، هذه الشبكات تستخدمها إيران. إيران أيضا عندها خبرة واسعة بتهريب الأسلحة لأطراف محظور عليها استلام الأسلحة في أكثر من منطقة، وبالتالي هذه العملية يصعب أو يستحيل السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال ما لم يكن هناك وجود لحكومة مركزية قوية، إضافة إلى أن تتوقف الرغبة لدى الطرف المهرب بأن يتوقف عن التهريب. ولهذا ما دامت إيران لديها الرغبة بأن تهرب الأسلحة فإنها ستهربها، المسألة سهلة جدا، وكل الإجراءات المعيقة لوصول المساعدات ينضر منها المواطن العادي وليس الحوثيين. نعم، أشكرك جزيلا السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي وضاح الجليل المحلل السياسي كان معنا من القاهرة، وأشكر أيضا للمحلل السياسي السعودي كان معنا من الرياض السيد سلمان عسكر. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.